عودة لكم من جديد مشاهدينا. كل ساعة هناك شخص واحد يتم نقله بسيارة الإسعاف للمستشفى بسبب سكته الدماغية، والسكتة تؤدي للإعاقة أو الوفاة لا سمح الله، وهدفنا في بلسم تقليل المخاطر من خلال التشخيص الباكر، واللي بيعرفنا عليه الدكتور سهيل الركن، استشاري أمراض الأعصاب والدماغ في هيئة صحة دبي. حياك الله ومرحبا بك دكتور، ضيفنا في برنامج بلسم. مرحبا أخت ميثة. يا مرحبا أختي، حياك الله. دكتور، 7000 مصاب بالسكتة الدماغية سنويا في دولة الإمارات، بمعدل تقريبا شخص كل ساعة. طيب، شو السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وشي شكرا على الاستضافة، نتمنى العافية للجميع والسلامة. الجلطة الدماغية، بعضهم يسمونها السكتة الدماغية، بالإنجليزي يسمونها ستروك، هي إحدى الأمراض الدماغية التي تصيب الشخص، يتم فيها احتلال شديد جدا في جريان الدم إلى منطقة معينة في الدماغ. هذا الاحتلال أو نقص الأكسجين اللي يوصل والتغذية للدماغ بسبب شيئين. أغلبية الحالات 80% تكون بسبب انسداد، يسمونه جلطة إقفارية، انسداد في مجرى الدم. الدم ما يوصل لهاي المنطقة، تبتدي هاي المنطقة بشو؟ بالتحلل، بالموت. أو الشريان اللي ماشي هذا بسبب الضغط العالي يصير فيه شو؟ انفجار. فيتم شو؟ الدم يطلع برا وما يوصل الدم بالطريقة الطبيعية للأنسجة هذه. أسباب الجلطة الدماغية متعددة مختلفة، من أمراض السكر، أمراض الضغط، الكوليسترول، السمنة، العمر، زيادة العمر. من الأسباب الرئيسية أيضا التدخين وأمراض القلب أيضا. نسبة عالية دكتور في دولة الإمارات، إذا قلنا شخص كل ساعة مثلا مصاب بالسكتة أو الجلطة الدماغية. المعدل العالمي للجلطة الدماغية مقارنة بدولة الإمارات والدول المحيطة بنا نسبيا نفس المعدل، لسنا بأعلى من الدول الثانية، وإنما يمكن أعمار الإصابة بالجلطة الدماغية عندنا في الدولة أصغر من الدول الثانية. وهذا كان سؤالي دكتور. دكتور سهيل، شمعنا في الدول الثانية تقريبا عالميا تقريبا فوق 65 سنة وما فوق، لكن في دولة الإمارات شباب في عمر صغير يصابون بالسكتة والجلطة الدماغية، ليش؟ معدل الإصابة عندنا في الدولة حوالي 125 شخص في كل 100,000. 125 في كل 100,000 يصابون بالجلطة الدماغية. متوسط الأعمار في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 90% أعمارهم تحت 45 سنة. صح. فتتوقع أنت المرض يكون في الشباب أكثر، يعني الكبار في العمر بدينا الآن نرى المعمرين في مجتمعنا، يعني بعد 30-40 سنة ما نشوف أكثر. أيضا من الأشياء أختي زيادة الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم. عندنا هالمرضين حسب ما قال وزارة الصحة أن أعداده كبيرة، تعتبر دولة الإمارات من الدول المتقدمة من قوسين في معدل الإصابة بالسكري. وقد قامت وزارة الصحة، هيئة الصحة، بوضع برامج للتوعية بالمرضين هايلة، السكر والضغط، وكيفية التحكم فيهم والتقليل فيهم والانتباه من مخاطرهم. خلني أذكر لك شيء قبل ما نستمر في أعراض الجلطة وأسباب الجلطة وكذا. يتكون دماغ الإنسان من كم خلية؟ عند الولادة يتكون من 8 مليارات خلية عصبية. كم؟ 8 مليارات خلية عصبية عند الولادة. عند الولادة في الشخص الواحد. عدد سكان الكرة الأرضية حوالي 8 مليار، فكل واحد شال فيه خلايا عصبية تعادل سكان دولة الإمارات. الموصلات والكونكشن، الروابط من بين هذه الخلايا تقدر تلف حوالين الأرض مرة ونص. جميل، في دماغ الإنسان الواحد. عشان كذا يوم الله كرم الإنسان كرمه بشو؟ بالدماغ. هذا بالعلم صح، العقل. فيوم نوصل عمر 25 سنة الثمان مليارات تنقص 3، نتم بخمسة مليار. خمسة مليار بتعيش فيها طول عمرك. الجلطة يوم تصير الانسداد الشرياني
خلال كل دقيقة شكل ما نشوف هنا كيف التمزق يصير عقب الخلايا اللي تمشي في المنطقة هذه. الآن استوى انسداد، بداية انسداد شرياني شكل ما نشوف الصورة. في كل دقيقة ميثة كم خلية دماغية من الاحتياط اللي عندنا اللي الله عاطلنا تموت؟ تموت حوالي 1.9 مليون خلية من 5 مليار خلية اللي مفروض نحن كل دقيقة. كل دقيقة مليونين خلية عصبية. نشوف المنطقة هذه اللي نشوف السواد، هذه المنطقة اللي بدأت فيها الجلطة الدماغية. إذا تكلمنا بعد نص ساعة ميثة كم عدد الخلايا الدماغية اللي تموت في رأس الشخص هذا؟ وإذا قلنا تموت ما تعيد مرة ثانية، ما تنتج مرة ثانية. دقيقة يعني 30 في 2 60 مليون خلية دماغية خلال نص ساعة. فهذا شيء رقم كبير جدا، يخوف وايد. صح ولا غلط؟ عشان كذا الإنسان لازم يكون منتبه لهذا الأمر، نعرف كيف نقي أنفسنا أو والدينا أو اللي نحبهم من الجلطة الدماغية. لأن إذا صارت في منطقة النطق الإنسان بيفقد شو؟ بالنطق. النطق إذا صارت في منطقة تحريك اليد اليمين ما بيقدر يحرك إيده تماما مستقبلا. فهذا الأمر جدا مهم أن نستوعب أن خسران خلايا دماغية يعني ضاعت لي الأبد، وبسرعة خلال دقائق. خلال دقائق يبتدي الدماغ بالتحلل، المنطقة اللي ما يوصلها الدم خلال 3 دقائق وتموت وما ترجع مرة ثانية أبدا. يعني الريل الآن إذا صار نزيف فيها ممكن أنا أربطها مدة 6 ساعات إلى 12 ساعة. الريل التم عايشة العظم واللحم والجلد، الدماغ ما تقدر. هذا 3 دقائق يبتدي تموت الخلايا. شو الأعراض دكتور سهيل اللي من خلالها نقدر نعتبرها مؤشرات أو مثلا ناقوس الخطر؟ صحيح. نعرف أن هذا الشخص ممكن يعاني من حدوث الجلطة الدماغية. سؤال جدا جميل وأشكرك عليه. أعراض الجلطة الدماغية في كلمة عاجل. كلمة شو؟ عاجل. عين ألف جيم لام. تذكرين؟ أربع حروف. عين ألف جيم لام. لام. عاجل أول شيء العين عسر في النطق. مرة واحدة حياس نتكلم الزميل اللي ويانا شو استوى في ميثة ما قدر خلاص ما يقدر يتكلم أو صوته استوى غير واضح أو ما يفهمنا. فجأة دكتور؟ فجأة خلال دقائق. انزل. هذا الإنسان ما يستطيع الكلام، ما يستطيع الفهم. عين. عسر في النطق. اثنين ألف. انحراف في جهة من الوجه. ياسين كذا مرة واحدة شفنا هذا الجفن طاح وبدأ الإنسان كلام يستوي ثقيل ويكون واضح دكتور سهيل. هي واضح طبعا. نعم الانحراف الوجه كذا استوى. رقم 3 جيم. ضعف في جزء من الجسم، ما يقدر يحرك ايده، ما يقدر يحرك ريله. لام. لا تتاخر في طلب المساعده. مره ثانيه شو عاجل هي؟ عسر في النطق. صح. الف قلت لي انحراف الوجه. صح. زين عاجل جيم جزء ضعف الطرف معين سواء الايد او الريل. نعم. ولام لا تتاخر في طلب المساعده. بالانجليزي يكتبونه فاست، نفس الشيء بالضبط بس ترجمناها احنا للغه العربيه. بس حلو انك استخدمت كلمه عاجل. نعم. علشان تنبه حتى مشاهدينا وتكون توعيه. صح. كيف يقدرون هم يعرفون ان هذا الشخص يعاني من الجلطه الدماغيه. يعني انت هذا البرنامج الان اللي نخبر الناس اذا احنا ياسين في البيت يدو ياس ويانا او عمي في الميلس أو ياسين في المول أو في المدرسة أو الدوام، أحد الأفراد هذه اللي في المجتمع لأن نصير في كبار العمر عادة. صح. عانى من عدم القدرة على الكلام أو انحراف في الوجه أو ضعف في الجسم. طوالي شو أسوي؟ ما يجيب مساج أعمله أو أقول له أنت زعلان ومصدعه إذا حرم عيوز أو ما أدري إيش، أو خلنا ننتظر أو أنا بجيب سيارتي بوديها المستشفى. هاي الأعراض تصير كلها مع بعض ولا بس يكفي وحدة؟ عارض واحد من الثلاثة، إما انحراف إما ضعف إما مشكلة في الكلام. لا تتأخر. إذا شفت هذا الإنسان 999 إسعاف دبي أو الموحد إسعاف أنا حابة بعد أركز دكتور سهل على حرف اللام. لا تتأخر في طلب المساعدة بالتفصيل. أي شخص صارت قدامه هاي الحادث شخص معين تعرض لهاي الأعراض كيف يتصرف؟ هو تعرض لها أو عزيز عليه. إنزين إذا هو كان يتعرض لهاي الأعراض اللي تكلمتنا عنها، آخر مريض كان عندنا قبل أيام معدودة يسوق السيارة. زين. وهو يسوق السيارة يقول لاحظت أن الشجي اليسار دكتور كنترول ما فيه، إيدي ثقيلة استوت. طوالي اتصل
فجيت بالباكر قلت له ليش اتصلت انت؟ قال والله شفت لك موضوع في جريده البيان تتكلم عن هذا الموضوع. طوالي لا تتاخر، والحمد لله طلع بعد بثلاث ايام بيته مرتاح معافى لانه اخذ الدواء الصحيح. انزين. جميل. والناس اللي شافوا قدامهم هاي الحاله كيف يتصرفون؟ طوالي الاسعاف. ما يتدخلونهم؟ ما تتدخل، ما تعطي اسبرين، ما ترقد الريال. في مفاهيم خاطئة قديمة عربية الحمد لله انقرضت، مشهورة في بعض المجتمعات خاصة في بلاد الشام، اسمها فالج لا تعالج. شو فالج لا تعالج؟ فالج عند العرب هو شو؟ إيه شلل. شلل لا تعالج، لأن خلاص ما له علاج، وهذا الكلام خاطئ. ما تعطي سبرين ولكن توديه المستشفى، لأن في علاجات دوائية ممكن نعطيها خلال. تطور دكتور سيل. صحيح. خلاص يعني في تطورات كبيرة ودخلنا في مجال الابتكار الحين في مجال الطبي. صح، خاصة في دولة الإمارات في مدينة دبي موجودة لدينا هالخدمات حقيقة الآن من سنوات كثيرة، وتم معالجة مئات بل الآلاف من هالمرضى. من الأشياء التي يجب التنبيه عليها، إذا رأيت أحد الناس تعرض لوحدة من كلمات عاجل عين ألف جيم لام، أنك تتصف الإسعاف. تم تدريب إسعاف دبي كامل على أخذ المريض إلى المستشفى الصحيح اللي يتعامل مع الجلطة الدماغية. هذا تطور، ترى يعتبر تطور جدا كبير، والشكر لإسعاف دبي هنا أن أنت ما تأخذ المريض إلى مستشفى لا يتعامل مع شو؟ مع حالات الجلطة الدماغية مثلا. بيوصل هناك ما يتعامل معاهم، ما عند الإمكانيات، فيتم أخذ المريض إلى المستشفى الصحيح. أنا ما ألوم هذا المستشفى إنه ما يتعامل، لأن أنت ما تقدر تغطي جميع المجالات الطبية خاصة أو تتخصص فيها أو تتخصص فيها، وإنما أخذ المريض للمكان الصح. خلال العمل مع بين هيئة الصحة وإسعاف دبي خلال الأربع سنوات الماضية تم عمل إنجاز كبير جدا في برنامج حاليا نشتغل معاهم اسمه جوين JOIN. هذا البرنامج طبق مرة واحدة في اليابان، أول مرة بيطبق إن شاء الله قريبا في دولة الإمارات في مدينة دبي على مستوى الشرق الأوسط إن شاء الله. إن المريض وهو في شقته في بيته في المول يوم يطيح، المسعف أول ما يوصله عبر السمارت أبليكيشن يتواصل معه الدكتور في المستشفى المختص، دكتور الممرض اللي موجود في الطوارئ، طبيب الطوارئ وطبيب الأشعة. خلال ثواني ميثة أنا كدكتور سهيل أعرف المريض اللي جايني يباله ربع ساعة أنا أكون مستعد له عشان أسوي له الأشعة. اختصار الوقت أكيد، وبالتالي إنقاذ الأرواح والحياة. وأنا عندي فضول وأتوقع مشاهديني عندهم فضول بالساعة الذهبية، حابة أتكلم لكن بشوقهم أكثر بعد هاللحظات. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع نتكلم عن الساعة الذهبية، تابعونا. أعود لكم مشاهدينا من جديد لاستكمال حوارنا عن تشخيص السكتة الدماغية ومفهوم الساعة الذهبية، بنتعرف عليها أكثر مع الدكتور سهيل الركن، استشاري أمراض الأعصاب والدماغ في هيئة صحة دبي. حياك الله دكتور. مرحبا. من بعد الفاصل وحابين نتعرف أكثر كيف يعتمد الدكتور في تشخيص موضوع السكتة الدماغية. جميل جدا، سؤال مهم. طبعا بعد ما يوصلنا المريض في أسرع وقت بأسرع طريقة عبر الإسعاف إلى أقرب مركز لعلاج جلطة دماغية، يتم أخذ المريض مباشرة إلى عمل الأشعة المقطعية الكات سكان أو الإمراي، إحنا نستخدم عادة الكات سكان لأن نتحقق أن ما يكون فيه نزيف في الدماغ. عقب يتم سؤال المريض أو الناس اللي مع المريض عن بعض الأشياء، أهم شيء متى آخر مرة كان المريض طبيعي. يعني وصلنا الساعة 9:30، متى الوالدة كانت طبيعية تتريق وياكم؟ أوه قبل ساعة دكتور، فمتى بدأت الجلطة الدماغية بتكون؟ قبل ساعة. قبل ساعة. في عندنا شيء اسمه الساعة الذهبية. حابة أتكلم أكثر عن الساعة الذهبية وحتى مشاهدين يتعرفون عليها أكثر وعلى أهميتها دكتور. هي. الساعة الذهبية هي مبش إنها ذهب، وإنما هي الشيء مهم جدا. وأغلى من الذهب. أغلى من الذهب لأن هي الدماغ. صح. خلال 4.5 ساعة من حدوث الجلطة الدماغية ممكن نعطي حاجة اسمها مذيب للجلطة، فإذا كان في انسداد في 80% من الجلطات الدماغية ممكن شو نسوي؟ نعطي هذا المذيب يبطل شو؟ الانسداد الشرياني هذا خلال فقط
4 ساعات ونص. فإذا معنا دكتور، لأن هذه اللي أثبتت الدراسات العلمية، إذا أعطيناه بعد هذا الوقت ممكن يستوي نزيف أو عطب كبير في الدماغ، وكل ما أعطيناه في وقت أقرب كل ما كانت الفائدة أكبر أكبر. فلو أعطيناه دواء خلال أول 90 دقيقة من حدوث الجلطة بيتعافون 1 من كل 3 أشخاص بيرجع طبيعي. طبيعي تماما، طبيعي تماما، لأنه ما شيء صار له. تماما. إذا أعطيناه بعد 3 ساعات من حدوث الجلطة 1 من كل 8 أشخاص بيتعافى تماما، كأنه ما استوى له شيء. إذا أعطيناه بعد حوالي 4 ساعات ونص 1 من 14. شفتي كم الفرق؟ لأن شو إحنا أصلا نضيع خلال هالوقت؟ الساعة الذهبية، الدماغ. الدماغ، لأن قلنا في كل دقيقة كم خلية تموت ميتة؟ مليار شيء. لا، مليونين. 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 شكل ما نشوف هنا عندنا في الفيديو البينة بعد شوية هي علامات الجلطة الدماغية، فلازم إحنا ننتبه لأشياء معينة. فإذا جينا للطوارئ مع واحد مصاب بالجلطة الدماغية بنسوي له أشعة الرأس بسرعة، وعقب بنعطيه مذيب الجلطة الدماغية. لازم نعرف الوقت، ولازم نعرف إذا المريض يأخذ أي مسيرات للدم، لأن هذه قد تتعارض مع هذا. على مستوى العالم المصابين بالجلطة الدماغية 15 مليون شخص. 5 مليون يموتون خلال أول 6 شهور، 5 مليون يتعافون، 5 مليون يتمون مصابين إصابة عجز دائمة. الحرب العالمية قتلت كم مليون؟ حوالي 30 مليون. الجلطة الدماغية تقتل خلال 2 سنين عدد اللي قتلت الحرب العالمية الثانية. مرة ثانية، فهمتي؟ يعني نسبة كبيرة. يعني هذه حرب علينا، صح ولا غلط؟ تخيل السكتة الدماغية تأثيرها أكبر من الحرب العالمية الثانية. زين، هذا رقم واحد. هذا الدماغ اللي الله عطانا إياه، اللي فيه 8 مليار خلية، إحنا محاسبين إن نحافظ عليه. إحنا محاسبين إن نوصل بسرعة نجيب المريض هذا، إن شو يصير له يعطى العلاج الصحيح. أفتخر حقيقة إن هيئة الصحة في دبي، مستشفى راشد، يعتبر ما بقول على مستوى دبي ولا على مستوى دولة الإمارات ولا على مستوى الجي سي سي ولا الوطن العربي، على مستوى المنطقة حقيقة، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وكوريا واليابان، أو مو باليابان، وكوريا عنا والهند وكذا، زارونا من هذه المراكز كلها للإطلاع على تجربتنا. إحنا نعتبر المركز رقم 1 خارج الاتحاد الأوروبي اللي حصل على الاعتماد الأوروبي لمراكز الجلطة الدماغية. ما شاء الله. نقوم ب إنجاز حقيقة، وهذا شكر لهيئة الصحة، شكر لصاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد على دعمه المستمر لهيئة الصحة، شكر للطاقم الطبي، كل موظف عندنا حقيقة قدره في هذا المجال، أكون صادق. لدينا فقط نعمل القسطرة الدماغية لكثير من المرضى، دكتور أيمن السباعي مسؤول عن هذا القسم، لدينا أطباء من مختلف الأعمار يقومون برعاية مرضى الجلطة الدماغية. سنويا مستشفى راشد يعالج أكثر من 700 مريض بالجلطة الدماغية فقط، مستشفى راشد. في مدينة دبي لدينا 3 مراكز للجلطة الدماغية تخصص في الجلطة الدماغية فقط. أنا ممكن أسمي لك مدن أحجامها أكبر عن حجم دبي 5-6 مرات، ما فيها مركز واحد. هذا فخر. جميل. دولة الإمارات. الإمارات الحمد لله في هذا الأمر. نعتبر إحنا مسؤولين عن السجل العالمي للجلطة الدماغية على منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، تركيا وإيران والعراق وجنوب أفريقيا. إحنا في دبي ماسكين هذا الأمر. كرمنا صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد قبل 3 أسابيع بأحسن فريق بحثي في المجال الطبي، كان فريق الجلطة الدماغية، حيث تم نشر أكثر من 4 أبحاث عن الجلطة الدماغية من هيئة الصحة في دبي. ما شاء الله، بصراحة فخر، بصراحة نحن كنا نفتخر بفريقكم أكيد، ودولة الإمارات أكيد دائما السباقة ودائما رقم 1 في كل المجالات بما فيهم صحيح. المجال الطبي. برجع للساعة الذهبية، أهميتها كبيرة دكتور السيل، كيف نقلل من الساعة الذهبية وبالتالي نحافظ على الدماغ صحيح والخلايا والخلايا؟ شكل ما قلنا بسرعة يوصل المريض للمستشفى. إسعاف دبي مدربين لهذا، احنا سمى دبي الشيء الجميل فيها توصل للعالم كله. فإذا لاحظنا في إمارة دبي، في دولة الإمارات، في الوطن العربي، المتحدثين باللغة العربية، لاحظنا واحد تعرض لعاجل نقل مباشرة إلى أقرب مستشفى يتعامل بالجلطة الدماغية، خلال لحظات لازم أن تعمل الأشعة المقطعية، إعطاء المريض هذا الدواء. وبعدين عقب الدواء يدخل المريض إلى قسم اللي احنا نسميه الأشعة القسطرة أو الأنجيو سويت، يتم
عمل ثقب صغير في الفخذ في الشريان ومنرفع إلى دماغ الإنسان متر واير نشوف إذا الشريان تبطل ما تبطل. هذه ممكن نسويها إلى 12 ساعة إلى 24 ساعة. تدخلين أول 24 ساعة قصدك من الجلطة الدماغية الجلطة. نرتفع بهذا الواير إلى الدماغ أنت من نشوف ندور إذا في مكان مسدود، إذا في مكان مسدود نسحبه نبطله. أنزين. يرجع الإنسان طبيعي. طبيعي، لكن إذا كان في ضرر دكتور سيد. طبعاً ما ممكن يصير. ممكن يصير الضرر. ضرر ضرر من العملية ولا ضرر من الجلطة. من الجلطة نفسها في الدماغ. يعني كل بلوك أو مثلاً انسداد موجود مثلاً في الدماغ يعني تقدرون إنكم تسحبونه. مو بنا فقط إننا نسحبه عشان نكون واضحين. كله يعتمد على الوقت، فإذا يعني المريض بسرعة وقمت بالعمل بدقائق إلى ساعة الأولى المريض بيتعافى 100%. انزين إذا تأخر بيكون في ضعف. من الأشياء المهمة أنه يكون في فريق كامل للرعاية بمريض الجلطة الدماغية، من التمريض جدا مهم، من العناية المركزة اللي يدخلها المريض ما يدخل في عنبر عام، من فريق التأهيل الطبيعي والعلاج الطبيعي جدا مهم أنه يكون عندنا علاج نطقي، علاج حركي، علاج وظيفي. نحتاج كثير من المرضى هايلة يكونون شباب ويب جلطة يحتاج إلى طبيب نفسي يتعامل معاه هذا الإنسان. قصص كبيرة صارت حقيقة، ناس كثير عانوا من هذا الأمر، ولكن نتمنى بوجود هالبرامج التوعوية أن المريض يوصل للمكان الصح للتعامل الصحيح. الساعة الذهبية شيء جدا مهم، ولكن وجود مراكز جلطة دماغية على مستوى دولة الإمارات، أنا قلت في دبي عندنا ثلاثة بس في أماكن ما عندهم مراكز جلطة دماغية، فيجب إنشاء مراكز جلطة دماغية لمثل هؤلاء الناس لكي ننقذ حياتهم. طبعا ننقذ حياتهم. فريق متخصص يعني قادر على التعامل مع هالحالات بكل كفاءة والسرعة والدقة. أكيد دكتور سهيل. صحيح. التأخير في التشخيص دكتور مأساة. شو أعراضه؟ مأساة. شو ممكن يصير؟ خبرنا. مثلا حالة وصلت لك صراحة وصلت توقيت وايد متأخر. صحيح. كيف كانت النتيجة؟ هي مب المثال هو ما ينضرب كذا، المثال ينضرب دكتور سهيل استصلوبك من مستشفى إكس. عندنا مريض جلطة دماغية ما عندهم مركز متخصص للتعامل مع السكتة الدماغية تقصد، واتصلوا بك وتأخروا في تشخيصه ونبغى نحوله على هيئة الصحة. زين، كيف التعامل في الموضوع؟ التعامل صعب جدا لأن الخلايا تضررت بشكل كبير، فأنا بجيبه عندي الآن يحتاج إلى مراكز إعادة التأهيل، توقوية العضلات، النطق عند الرجال ما يقدر. كثير من الناس عندنا ناس شباب صغار ميثة أعمارهم في الثلاثينات والأربعينات ياسين على كراسي 24 ساعة، هذا جدا كبير مؤثر سبب التأخير في التشخيص. في التشخيص والإهمال، يعني أنا بقول لك 30% من الناس اللي يصابون بالجلطة الدماغية الإغفارية اللي هي الانسدادية يصابون بالجلطة التحذيرية نسميها، أو يسمونها بالإنجليزي TIA جلطة تحذيرية. يعني شو يستوي دكتور سهيل؟ أنا جالس وياكم مرة واحدة هاي إيدي استوت تسجيلة، كل حد قام يركض وكذا، عقب ربع ساعة إيدي ردت تشتغل طبيعية ردت. فأنا شو بسوي؟ بهمل، بقول أنا عادي يعني عادي، هذا برقد، أنا تعبان البارحة ما رقت، بنش يوم ثاني الجزء كامل هذا مشلول. هذا الأمر يجب أن ما يعمل. إذا أنت شفت حاجة غير طبيعية صارت فيك أو في إنسان قريب أو عزيز عليك أو في العمل والضعف، إن شاء الله كان دقائق المستشفى طوالي، منو يعرف شو في هذا؟ الطبيب من خلال الأشعة المغناطيسية. نعم دكتور، بعد الخروج من المستشفى وبعد ما أخذها المريض علاجه، كيف تتعامل مع المريض أو شو تنصح المريض بشكل عام؟ رقم واحد، الانتباه من حدوث جلطات ثانية من خلال أخذ الأدوية المسيلة للدم، الأسبرين أو البلافكس نسميه، أو في أدوية الوورفرين أو النواك، لازم هاي الأدوية المريض الطبيب الشاطر اللي يعالجه لازم أنه ينتبه لها. رقم اثنين، الانتباه للمشاكل الصحية الخمسة اللي قلناها، الضغط لازم يكون تحت 140/90، السكر لازم ينضبط تماما، التدخين ما شيء عقب اليوم، أمراض القلب إذا في عدم انتظام في ضربات القلب لازم شو نأخذ الأدوية الصحيحة أو نعمل تبديل الصمامات. رقم خمسة، الرياضة والمشي. حصلنا في دراسات حديثة جت من أوروبا حقيقة أن الإنسان اللي يمشي 3 مرات في الأسبوع لنص ساعة، كم؟ 3 مرات في الأسبوع لمدة نص ساعة. نص ساعة ينزل ضغط الدم والسكر بحوالي 30%. ما شاء الله. وصلنا للأسف
لنهاية فقرتنا وحلقتنا لليوم. صراحة عندنا محاور كثيرة، لكن إن شاء الله بنستضيفك في لقاءات ثانية، وأكيد شاكر لك المعلومات اللي قدمتها. وفي الختام نقول لمشاهدينا لا تنسون كلمة عاجل. شكرا لك. تحياتي. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا، شكرا للمتابعة، نلتقي وياكم بنفس الموعد من برنامج بلسم. دعاة الله.